بطبيعة الحال تابعنا مهرجان الصحراء الموسيقى اللي كانت في بريتوريا في هذه اليومين الأخيرين واللي كانت تستدعي يمكن ثلاثة أو أربعة الملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه ماشي المرة الأولى اللي جنوب أفريقيا كتمشي في هذه الطريقة. من 2005 وجنوب أفريقيا كتحاول أنها تاخذ هذه المواقف السلبية، المواقف اللي يعني متشددة. ثانيا، هذه المواقف جنوب أفريقيا كتجي كتعبر على عجز، ما كتعبرش على قوة. لأن جنوب أفريقيا في 2005 لما اعترفت بالكيان الوهمي وتعاملت مع الميليشيا المسلحة، كانت كتظن بأن الملف غيتغير، بأن أفريقيا غتبعها، بأن العالم غادي يتبعها. شنو وقع من 2005؟ من 2005 20 دولة سحبت الاعتراف، منها 10 في افريقيا. 7 دول في الجوار ديال جنوب افريقيا ديال الصائق سحبوا الاعتراف. جنوب افريقيا دخلت المجلس الامن 3 مرات في 2005، 2007 و 2011 و 2019، ما غيرت والو. جنوب افريقيا كتشوف بان اليوم النصف ديال القرار الافريقي، 23 دولة حلات القنصلية في الأقاليم الجنوبية، منها عدد كبير من الدول ديال المنطقة ديالها في الجوار المباشر ديالها. جنوب أفريقيا كتشوف بأن 90 دولة اليوم كتعبر على موقف إيجابي من المبادرة الذاتية اللي خدمها في المغرب في 2006. من هاد 90 دولة 30 كاينة دولة أفريقية اللي غادا في هاد المنحة. جنوب افريقيا غتشوف بان المغرب رجع للاتحاد الافريقي، المغرب يرأس مجلس الامن والسلم، والاتحاد الافريقي غادي في واحد المواقف بان افريقيا. اذا فهاد كل هاد البهرجه وهاد الصخب هو كيعبر على عجز عن تاثير في الملف، وان اليوم ترفع واحد نقولوا طخشه، واحد الخرقه ولا دير واحد طابيغوش، ما كيغيرش من الملف، وانما كيعبر على عدم القدره على التاثير فيه، وبان اذا كان هذا الشيء اللي يبقى فانه ما كيضيفش الملف شيء. النقطه الثالثه هي ان جنوب افريقيا اليوم بهذه التطورات اللي ذكرت هي في الجانب الخاطئ من التاريخ، لان المسار هو مسار نحو ايجاد حل في اطار الامم المتحده، هو حل مبني على الشرعيه الدوليه، هو حل كيفرق بين شنو هي دوله وشنو هي ميليشيا، شنو هو عالم وشنو هي خرقه، شنو هو هذا، هو هذه اللي كتسنى الناس من دوله لما تكون عندها المصداقيه. المغرب غادي يستمر يتعامل مع هذه البهرجه وهذا الصخب بنفس الطريقه، اللي هي اولا يزيد يعزل جنوب افريقيا في هذه المواقف، بانها اذا كانت هذه في 2005 كانت يلاه 27 دوله اللي كانت ساحقه الاعتراف، اليوم راهم 37 ويزيد، وتعزل هذا المنطق اللي هو منطق معادي للشرعيه الدوليه ومعادي للحل ومعادي لمجهودات الامم المتحده. ولكن المغرب في نفس الوقت غادي يستمر باش يدافع على مصالحه ويستعمل كل الآليات اللي عنده، وحدا لأن هذا التعامل هذا هو كيسيء للعلاقات الثنائية، وكيسيء كذلك اللي تبنى، خاصة لما كنشوفوا بعض في الجوانب الاقتصادية، ما يمكنش شركات جنوب أفريقيا تربح فلوس في المغرب وتفرج شنو كدير الحكومة ديالها. كنظن رسالة جلالة الملك في الخطاب ديال في خطاب 20 غشت كان واضح، هذه النظرة اللي كيشوف بها المغرب العالم، وبالتالي فالمغرب ماشي متفاجئ بما يقع، لأن هذا تعودنا عليه، تعودنا على الآثار السلبي ديال ما عنده آثار، والطريق غادا وكل مادة اللي نجاتو التصرفات الجنوب أفريقيا السابق
راه غادي تجني في المستقبل اللي هو لا تأثير على الملف وعلى تطوره وعلى المسار اللي واخده واللي اختاته الدول اللي عندها مصداقية. كنشوفوا اليوم بلجيكا وكنشكروا على هذا الموقف. شفنا أوروبا تقريبا 11 دول اللي في غير في هاد الثلاث في هاد الثلاث شهور الأخيرة اللي عبرت على هذه المواقف. شفنا القارة الإفريقية، شفنا الدول العربية، هذه الدول اللي عندها المصداقية، ولكن غادي نتعامل مع المغرب كذلك من هذا المنطلق في المستقبل، لأن لا لاجيتاسيون نو مي في با بير. ميرسي.